وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعيه المطلوبه وذلك لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية بما يعزز من إمكاناتها الحالية ويرفع من قدرتها الإستيعابية ومن جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة بشكل عام. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري العدل والصحة لمتابعة جهود الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الإستثمار في القطاع الصحي وزيادة التدفقات الإستثمارية في مجال الصحة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار الدكتور احمد فهمي ان السيد الرئيس تابع جهود الحكومه لدعم مشاركه القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي وزياده التدفقات الاستثماريه في مجال الصحه حيث تم استعراض اليات متابعه التزامات المستثمرين لانشاء وتطوير واداره وتشغيل المنشات الصحيه والاطر التشريعيه اللازمه في هذا الصدد وقد وجه السيد الرئيس بسرعه الانتهاء من الخطوات التشريعيه المطلوبه لتسهيل مشاركه القطاع الخاص في المنظومه الصحيه بما يعزز من امكاناتها الحاليه ويرفع قدرتها الاستيعابيه وجوده وكفاءه الخدمات الصحيه بشكل عام كما اطلع السيد الرئيس على معدلات الانجاز الخاصه بعدد من المشروعات القوميه في قطاع الصحه حيث تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بافتتاح اول فرع في مصر لمعهد جوستاف الفرنسي بالشراكه مع مستشفى السلام وكذا تطوير المدينه الطبيه بمعهد ناصر مدينه النيل الطبيه ومشروع المعامل المركزيه بمدينه بدر واخر مستجدات المدينة الطبية للمعاهد التعليمية، وقد وجه السيد الرئيس بتوفير احتياجات المشروعات القومية ذات الصلة في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على النحو الذي يعجل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة. تم كذلك استعراض الخطوات التنفيذية لدعم وتوطين صناعة الدواء بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصري. وكذا الموقف الحالي للمبادرات الرئاسيه خاصه المبادره الرئاسيه للقضاء على قوائم الانتظار حيث وجه السيد الرئيس بتوفير الدعم المالي اللازم في هذا الصدد وزياده معدلات الانجاز في مبادره القضاء على قوائم الانتظار مع الاستمرار في تقديم الدعم الصحي للاشقاء في قطاع غزه لتخفيف حده الازمه الانسانيه والصحيه التي يعاني منها اهالي القطاع